المرة اللي فاتت أو الفيديو اللي فات يعني حبينا نضحك مع بعض كده، اتكلمنا على العمال ودير المدينة والحياة. دير المدينة على فكرة بالبلدي كده بنقول طباخ السم بيدوقوا، يعني المقابر والمناظر ما تلاقوش. المقبرة الوحيدة بره دير المدينة اللي اشتغلت مناظر دينية زي وادي الملوك كانت مقبرة سنفر، لكن ما دون ذلك بتكلم على حياة يومية. دير المدينة مفيش حياة يومية، دير المدينة كله بيرة امهيرو، خروج للنهار اللي بندلعه ونقول عليه كتاب الموتى. طيب نرجع بقى للعمال، واتكلمنا على يومية كراسة عمل، دايري بتاع شغل في نهاية اليوم. العطلات الرسمية، عرفنا ان اغلب، احنا على فكرة اغلب عطلاتنا الرسمية هتلاقي يا انتصارات زي 6 اكتوبر زي 23 يوليو او عيد دين، والاغلب بيبقى الدين. كان عندنا 25 عيد لقيناهم في دير المدينة، ومنهم عيد مهم قوي او عدد ايام العطلات كانت 42 يوم. احنا ما كان في مصر القديمة ويبدو ان مصر الحديثة اتعادت منها، ما فيش شهر يعدي كده من غير عيد، ومن يوم لثلاث ايام هذا العيد. طيب تعالوا بقى نشوف حاجات لطيفه قوي ما بين الرسم. بالمناسبه الاجازات والاعياد، لا يوجد عند المصري القديم عيد اسمه عيد شم النسيم، هذا العيد غير موجود. انتظروا فيديو خاص للموضوع ده مهم جدا، لان مناظر مقابر طيبه وغيرها بتكلمني على حاجات ملهاش اي علاقه، او بتقولي مفيش اي علاقه بان الشموت تبقى شم النسيم. الكلام ده كلام لطيف جدا ولكن غير مقبول. وخلوني اتكلم معاكم عن التقويم مره، واحكي لكم على حسابات الاباقتي بتعمل لنا ايه. طيب صدقوني في دير المدينه العمال كانوا ناس مرفهه جدا، لدرجه ان كان بيبقى في صباغ بيجي يعني زي مكواجي، زي حد لاندري حبينا نسميها، ياخد الهدوم. الست كانت مشغوله مع جارتها فقعدت، الراجل يبدو خبط ما لقاش. المهم الراجل مشي، الست رجع جوزها لقى الهدوم ما راحتش لللاندري، ضرب مراته، اشتكته في مجلس اللي كان بيعقد في نهايه الاسبوع العمل، مجلس اسمه مجلس القنبت. القنبت اللي سماها سامي جبر الله يرحمه القنبه، ويبدو ان القنبه هي اللي البعض بيقول عليها الكنبه او المصطبه الموجوده في المجالس العرفيه في الاداب. الست ضربته. استراكه ثانيه عامل في الاستراكه دي في المتحف المصري عندنا بالمناسبه، عامل طلب اجازه لان مراته بتولد. رئيس العمال قال له دي ثالث اجازه في شهرين لنفس السبب، مع انك مش متجوز الا من مراتك بس، متجوز ارنبه ولا ايه كان اللخينه ده؟ شكوى من احد العمال بقى، دي كانت لطيفه جدا وبينطبق عليها المثل العام بتاعنا احنا. اذا حضرت الست يغور 30 راجل. واحده واحد اشتكى ان زميله كان بيسيبه وكل يوم يروح معاه وبعد كده بطل يمشي، فلقبه. فلقى حاجه لطيفه جدا انه اتعرف على واحده ست وابتدى يغازلها وكان بيهرب من صديق، فابتدى التاني يعني يزقله بالطوب كده، فبدات الامور تدخل في نطاق الصراع ما بين الاثنين. اهم استراكة او يعني تشيرني لا استراكة لطيفه جدا في 1903 قال فيها ان الاستراكة ان احد العمال اتهم بانه سرق ازميل زميله، ولما تفتشت مقبره العامل المتهم ما كانش فيها حاجه. لكن الحاجه الغريبه انه 1903 ربنا سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، تشيرني لقى الازميل مستخبي في مكان سحري في المقبره. من اجمل الاستراكات اللي عايز انقل فيها صايو ابن، اسف جدا في التعبير، ابن الكلب. استراكه لطيفه جدا، واحده ست في متحف، استراكه في متحف برلين، بنت بتبعت خطاب لامها وبتبعت مع الجواب شويه دقيق، وبتقول لامها ارجوك ياما اعجني الدقيق ده واعمله، اعملي الدقيق ده اعجنيه عشان يبقى عيش، لان جوزي صايو ابن الكلب بيعايرني وبيقول لي عمر ما شفت امك دخلت عليك بحاجه. اجمل ما في الاستراكه مش انها بس بتشتم لغايه النهارده امي ما ينفعش تيجي البيت او ام الزوجه ما ينفعش تروح للبيت، جملتين. الاولى ان الراجل بيقول للبنت اذا لو امك ما دخلتش عليك بحاجه هخليكي هاي اير كيمت، هنزلك مصر. كيمت، كيمت هنا مش مقصود بيها مصر يا جماعه، دي مهمه جدا ان احنا كيمت دايما معروف بيها المنطقه اللي بنسميها وسط البلد. احنا لغايه السبعينات والثمانينات قبل المولات وقبل المدن الجديده الكبيره الحلوه اللي احنا عايشين في وسطها دي ما تتوجد، كنا زمان امي الله يرحمها او واحنا نازلين نشتري اي حاجه او كده تقول لك ايه، انا هنزل البلد اجيب لكم الحاجه، انا نازل البلد، او حتى اللي ساكن مننا في الضواحي في حدائق القبه او مصر الجوه انا نازل مصر، نازل مصر اشتري حاجات. فكان كلمه هنا هي وسط البلد، لان فوجئنا بحاجه ان البنت دي كانت من القرنه، فيبدو انها كانت متجوزه، بعدين بيقول لها هاي اير كيمت، هبعتك لامك هنزلك مصر. عارفين يعني ايه؟ يعني ربما تعبير حط اللايك.
الحياة هنا عند العمال في الحياة كانت حياة لطيفة جدا، كانت أشياء تنم عن مجتمعنا الجميل، إن إحنا كل كلمة إحنا بنعيشها دلوقتي، كل قفشة إحنا بنقولها، كل عادة عرفية إحنا بنقولها ورثناها من الناس دول، الناس دول ورثونا كتير قوي. فيديو جاي بفكر أبدأ معاكم في موضوع لطيف كده، إيه رأيكم نتكلم مع بعض على تقويم؟ إزاي المصري حدد الزمن، عرف التقويم، الأيام، الشهور، السنين، الفصول. أشكركم.